السلام عليكن أيتهن الحرائر، أهنيكم بهذا الثبات وبهذا الصمود وبهذا العز. لقد أبيتم الذل والهوان ورضيتم بالعزة والثبات والصمود. السلام عليكم يا عوائل الشهداء، السلام عليكم يا عوائل السجناء، السلام عليكم أيها الشباب الأبطال الثابتين في الميادين ليل نهار. بكم يحصل النص، بكم يحصل الفرج. الفرج والصمود لا تجعل له علامة إلا بعد تحقيق الفعاليات الفعل، هيك ما يكفي، هذا ما يكفي أنه صمود، يحتاج إلى مواصلة الدرب. هذا الشائك مثل هؤلاء الأبطال الذين قدموا الأرواح وقدموا التضحيات ورزحوا تحت خلف قضبان السجون، كما نرى هؤلاء الأساتذة والمشايخ والقيادات، هاي حقا قيادات هي التي تقود الساحة، هم لهم الفضل، لو حضروا لأول من يوافق على الحوار أنا، أعوذ بالله من قولي أنا، ولكن مع من الحوار؟ لا يهمنا مهما بلغ من المستوى ومهما بلغ من الشرعيات، لا يمكن لأي قيادة ولا يمكن لأي جمعية أن تقف تجاه هذا الشعب. إذا نحن سائرون على هذا النهج، على نهج القيادات، على نهج الشهداء، شهداء ضحوا من أجلنا، من أجلكم، من أجل كل فعالية تقع على وجه الأرض. فهنيئا لهم الشهادة، وهنيئا لكم الصمود، وهنيئا لكم الثبات، وهنيئا لكم، وبارك الله لكم في هذه التحركات السلمية التي لا تتوقف ولا يحصل تراجع، وإنما سنسير في هذا الدرب الشائك حتى تحقيق المطالب المشروعة. فنحن بين خيارين، الذي نصل إليهما إما النصر وإما الشهادة. نصرخ بأعلى أصواتنا وبقبضاتنا، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة.